دينا واحد التدابير وقائيه ان شاء الله الحكومه تعطينا الصلاح باش اننا نقدروا نخدموا. درت واحد التدابير عندي في لو سونتر اللي كنتمنى كل شيء يكون دايرها. خدينا لو ترمومتر ديال السخانه، خدينا واحد لي تابي ديال لي زانفيكتون، خدينا واحد ديستريبيتور ديال لو جيل. يعني هادو كلهم مهمين بزاف لا كليونت ولينا كذلك. يعني السيده ملي كتجي كتوقف كتمسح رجلاتها هما الاولين، ابخي كدير ديستريبيتور ديال لو جيل بيديها، ابخي كندير لها ترمومتر باش كنشوفوا درجه الحراره ديالها، ومن بعد كنرشوها بواحد المعقم اللي غتعقم كامله 100%، وكتدخل البلاصه اللي غتحتاج هي. كلها معقمه، المكان معقم، الادوات معقمه، يعني كل شيء كيكون معقم 100%. يعني من الصبح حنا كنعقموا على اي كلينه دخلات واي كلينه خرجات. درجه الحراره اللي كانت 37 ونص كان السيده كنطلبوا منها تبقى برا حيت بحكم الصيف وحكم كيكون الانسان كيكون سخون. كدوز واحد المده ديال 10 دقائق الى السيده باقا فيها 37 ونص الفوق ما يمكنش تدخل للصالون، حيت كتشكل واحد الخطر، يقدر يكون خطر علينا حنايا وعليها هي بحكم حنايا كما كن حنا امهات وعندنا عائلات وعندنا ابناء، يعني كنخافوا عليكم وكنخافوا على راسنا كذلك. اكراهات اللي كيعرفها القطاع والله يحسن العوان، يعني كاين كتضرب الفواتير ديال الموضوع، فواتير ديال الكرا، كيكون عندنا دي شيك ديال المنتوجات اللي كنا كناخذوا، يعني بحكم حنا كنا كنوجدوا للصيف راكم عارفين ورمضان يعني والاعياد وداك الشيء، كنكونوا واخدينا واحد المنتوجات كبيره وكخصنا نخلصوها. يعني هذه فواتير لاي صالون يعني كيكون عنده هذا المشكل ديال الفواتير ديال لي شيك ديال الضو والماء والكرا، وان شاء الله كلنا نتغلبوا على هذا الشيء ونوقفوا ان شاء الله باذن الله. الصالون ديالنا كيتميز انها غتدخل 100% مرتاحه ومتاكده ان الصالون 100% معقم ويونيكي بروفيسيونيل وتخرج زوينه وتدخل زوينه. رسالتي بحكم انني يعني صاحبه سونتر دو بوتي، يعني نخافوا على راسنا ونخافوا على لي كليون ديالنا، وكما قلت لك يعني لا كليون تدخل تحس بانها مرتاحه 100% ومتاكده ان التدابير ديال التعقيم كاينه، كما قلت لك الترمومتر ديال السخانه، ديستريبيتور ديال لو جيل، المعقم ديال لو صالون كامل، هادو من اهم الاشياء اللي خصهم يكونوا. ولا كليون من تدخل يعني البلاصه ديالها معقمه، ومن تخرج البلاصه ديالها معقمه، يعني كلشي خصو يكون معقم. حتى لي كليون يعني يصبروا معنا ويكونوا حتى هما يعني يفكروا حنا كنفكروا فيهم ويفكروا فينا. وكنتمنى الشفاء العاجل وان شاء الله يا ربي يخرجنا من هذا البلاء يا ربي. شكرا بزاف.